لقيت لكم واحد الدواء اختارته غاتوي فابور ليكم، هذا نعطيه لكم من عندي. هذا كومون اليميني لي بينيس دولي، البق كيفاش تقضي على البق؟ دقه بجلة ما يبقاش يبان، ما يبقاش، وليت البق يقول لك اخويا ما شتوش ولا في اي بلاصه، في المسرح، في الباطو، في السينما، في البرلمان، وفين ما مشيتي. الحل الوحيد اختي وخويا هو انك تطفي التلفازه وشعل العقل ديالك. راكي كذبوا عليكم، راكي كذبوا عليكم، سي دو لا بروباغوند، راه سا توجور اكزيستي، راه ديما كانوا، راه دار على 10 فيها البق، علاش دابا هذا كندويو عليه؟ لانه لقاو لكم مخدر باش ما تبقاوش تدو على المشاكل ديال المجتمع، والمخدر هو البق. الحل الوحيد طفي التلفازه وما تبقاش تسمع الاخبار، والبق غادي